أصدرت قرار أو ستصدر إن شاء الله قرار وتطبق هذا القرار في تحصيل الرسوم بشأن إصدار البطاقة المدنية. كانت البطاقة المدنية تذكر دينارين، صارت 5 دنانير. والآن في السابق كنا نمشي بالمعاملة والموظف يقوم لك بالمعاملة، وبعد فترة يقومون بإصدار هذه المعاملة، ولما تروح عند الماكينة تضع فئة 5 دنانير تخرج إليك البطاقة. الآن دفعك لل5 دنانير يجب أن يكون في أثناء إصدار المعاملة، أي بما يسمى طريقة الدفع المسبق. المسبق. نعم. نشوف التقرير. حرصاً على تطوير آلياتها وتحسين خدماتها، بدأت الهيئة العامة للمعلومات المدنية تطبيق نظام الدفع المسبق لإصدار البطاقة المدنية، حيث يتم تحصيل الرسوم أثناء تقديم المعاملة. تم إطلاق خدمة الدفع المسبق اللي من خلالها يكون إصدار البطاقة المدنية لا يتم إلا بعد دفع رسومها. يتم هذا من خلال القنوات المتعددة للتعامل مع الهيئة، إن كان بمراجعة شخصية يدفع عن طريق الكنت رسوم بطاقة قبل إصدارها، أو من خلال خدمة الاستعلام الصوتي، وراح يعني يرشده الاستعلام الصوتي إلى طريقة المناسبة. راح يستلم رابط إلى هاتف النقال ويتبع الخطوات لحين الدفع الرسوم. كذلك خدمة الرسائل النصية نفس الطريقة، أو موقع الهيئة على الإنترنت. إلزام المراجع بدفع الرسوم يحقق أهدافاً عدة، منها تأكيد صحة البيانات وجدية طلب البطاقة ووقف هدر المال العام من خلال وقف إصدار البطاقات التي لا يستلمها أصحابها، وضمان تحصيل رسوم البطاقة قبل إصدارها. دفع مسبق زين عشان التكدس ما التكدس، لا فكرة حلوة والله، وشغله ما شاء الله فوق التمام. أحسن وأوفر وتقصير جد، بالعكس وايد أحسن. لا في جدية ومو مقصرين الحمد لله. الحمد لله يعني الشغل ماشي، يعني الأرقام من 100 ل 120 دقيقة قاعد يوصل. هذا المشروع هو خطوة جديدة لمواكبة أحدث النظم الإلكترونية، وهو ثمرة جهود كبيرة من الهيئة التي قامت باختبارات عدة قبل التنفيذ. سناء الوسلاتي، تلفزيون دولة الكويت. رجعنا لكم.